السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، أعتذر 3 مرات بل 1000 مرة على غيابي الكامل والكلي، حتى على الردود، على كل شيء، وعدم دخولي القناة. السبب الرئيسي اللي خلاني عفوا السبب الرئيسي هو سرقة هاتفي. كنت نستعمله في المونتاج، في كل شيء. اليوم أنا مضطر أني نرجع للكمبيوتر مكتبي. هاو انا درك نشعلو ان شاء الله، نشوفو كيف. فوالا، باش نعم، عندي طابلت بصح ضعيف بزاف، طابلت قديم شوية. ضعيف، ما نقدرش نخدم به. اذن محلاها نرجعو للويندوز 10، نخدمو شويه به، والبرامج اللي فيه الفيلم وراه 9 و10 ترى نستعملوها الايام هذو، رغم اني مده طويله ما استعملتهمش. هنا في الغرفه ويندوز 10 مش سهل باه تدخليه، يطول بزاف. هذا هو المكتب تاعي اللي كنت نريح فيه، عندي مدة طويلة ما دخلتش ليه. ان شاء الله نبداو نديرو الشي اللي خلاني نضطر لهذا العمل، هو انني ارتبطت ارتباط كامل ب اليوتيوب. انا ما استعملش الفيسبوك ابدا، لان الفيسبوك مرض في الجزائر، فيه المشاكل، فيه التعديات، ناس تتعدى على ناس وتاكل حرمات ناس. نستعمل تويتر شوية، انستغرام، تويتر شوية، انستغرام بالصور تاعي. كذلك المشكل الاخر هو انني فقدت الديسك دور تاعي اللي فيه الصور بالالاف المؤلفه والفيديوهات، حتى اللي قديمه جدا فقدته تماما من مده طويله وانا نبحث عليه. ما على باليش كاين حاجه تابعه، نقولوا احنا هنا في جلد تابعه، يعني سحر او شيء من هذاك القبيل، خلاني نفقد هذه الأشياء الثمينة جدا. وبفعلي فعل الله أعلم. المهم الإخوة الكرام، تابعونا، ما تنسوش إن شاء الله، و نحطوا مواضيع إن شاء الله. فوالا. هكذا تقبلوا مروري، تقبلوا تحياتي وسلامي الحار لكل مشارك. أتمنى شاركونا في باللايكات او بالديسلايكات. يعني كاينه الاف مؤلفه من الصور، لازمني المره هذه نحفظها، ما نخليش الاشياء تاعي
وخاصة الرحلات وكل شيء نحطها بيشوفها الجمهور، ما يهمش لايك ديسلايك، ما يهمش. انا هنا كبروا شوية، انا هاي لا سوري راني قدام استعملتهاش. هلا خاصة في الديسك بارتيسيون دي، هنا الله يبارك يعني جملة هائلة من الأفلام والرحلات وكل شيء ما حطيتها، ما وريت عليها. بالك حان الوقت إن شاء الله تتنشر. إذا تقبلوا مروري وتقبلوا أسفي، وجزاكم الله خيرا.